السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. في خبر عاجل، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة صباح اليوم الخميس زوجة المغني الشعبي عادل ميلودي، حيث قضت المحكمة بتسعة أشهر سجنا نافذا في حقها في قضية اعتدائها على رجل أمن. وكانت المحكمة قد أخرت الملف الأسبوع الماضي للتأمل، وحددت الجلسة اليوم الخميس 8 شتنبر 2022 للنطق بالحكم. وتبعت إيمان زوجة الفنان الشعبي عادل ميلودي المعتقلة بسجل المدني بمدينة سوق الأربعاء الغرب بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهما بمهامهما وممارسة العنف في حقهم.